إفتاء أسرار وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار دليل الحق للحيرة يقوم عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فمع بعض الأسئلة التي بقيت معنا نجيب عما ييسرنا المولى سبحانه وتعالى منها، ونستقبل بمشيئة الله سبحانه اتصالات المشاهدين الكرام. السؤال، طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم دكتور أيمن. أهلا وسهلا، تفضل. معك أبو جهاد من ليبيا. دكتور، ممكن أسأل؟ عندي في 4 أسئلة. أهلا وسهلا، تفضل. السؤال الأول، ما هو وقت زكاة الفضل؟ وهل يجوز إخراجها مال؟ زكاة إيه حضرتك؟ زكاة الفطر. الوقت متاحة في شهر رمضان متى يعني؟ حاضر. علما بان في امام مسجد هنا في بلدنا يقول انها لا تجوز قبل 28 رمضان، لا تجزي يعني. وعند قول احد المصلين مفتي البلد قال تجوز تجزي بالمال، قال ليس لديه دليل. السؤال الثاني، ما معنى تراصفوا واعتدلوا للصلاه وحاد بين المناكب والاقدام؟ وهل مخالفة سنة في الصلاة إثم، مثل سد الفرج؟ وما صاحب قول الإمام من سد فرجة بنى الله له بيتا في الجنة ورفعه درجة؟ السؤال الثالث، هل يجوز صلاة الجماعة في البيت مع الأهل؟ طبعا الفرض مع أهلهم. السؤال الرابع، ما حكم هناك مسلسل إخراج ومشاهدة مسلسل يجسد صور الصحابة كلهم عاد أهل البيت بما فيهم يظهر الحسن والحسين صبيان، علما بأنه يذكر أن المسلسل أجازه الشيخ القرضاوي وسلمان العودة والصلابي، وعندما سئل الشيخ الصلابي قال من يرى غير ذلك فليأتي بالدليل، فهل يجوز ذلك أم ما بهش؟ حاضر، جزاك الله خيرا. نحصل على رقمك الخاص عشان عندي سؤال تحت الهواء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طب ربنا يبارك فيك يا شيخ. يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي حضرتك. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، كنت عاوزة أعرف من حضرتك، من صام رمضان إيمانا واحتسابا ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا، فإلى كمالة الحديث يعني، فالمرأة لما بيجي لها الحيض فكده ما يحسبش رمضان كامل إلا لما تقضي اللي عليها، يعني مثلا من حوالي 6 أيام أو 7 أيام قيام وصيام بعد رمضان، فكده يعتبر رمضان كامل. يعني أنا الحمد لله ربنا من عليا إن أنا أختم القرآن كل أسبوع، فكنت بتمنى ان انا اختمه 4 مرات في شهر رمضان، ففيه اسبوع راح في الحيض، فكده لما باذن الله من ثاني يوم العيد اصوم واعوض القيام في الايام دي وقراءه القران، فبقى كده اتممت رمضان. وفي سؤال ثاني، زوجي عنده شعرات الدمويه ضعيفه، يعني بينزف من مناخيره في اغلب الاوقات، فغصب عنه احيانا الدم بينزل على زوره وبينزل على معدته غصب، وهو بيحاول بقدر الامكان انه ما يوصلش، فكده يقضي الايام اللي بينزل فيها الدم دوت ولا لا هو غصب عنه؟ وكان عليه ايام حوالي 6 أيام او 7 أيام لمرض في رمضان من حوالي 3 سنين وما قضاهوش لغايه دلوقتي، فالكفاره ازاي هيقضيهم؟ وبعدين وايه كمان اللي مع الكفاره كده، او هو عليه ايه؟ وربنا يجازيك عنا كل خير. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحفظك، تفضل يا أخي، الله يكرمك. بالنسبة للأسئلة الخاصة بالصيام، ولا ممكن أسأل أي سؤال؟ اتفضل اللي حضرتك عايزه، اتفضل. ماشي يا شيخ. طيب معلش وسع صدرك ليا شوية، لأن أنا سؤالي طويل. دلوقتي أنا راجل مغترب، وطبعا حصلت مشاكل بيني وبين زوجتي من 2 سنين. إذا كانت مسألة طلاق، عشان أوفر على حضرتك، مسألة طلاق؟ لا، الطلاق لجنة الفتوى في الأزهر الشريف
او تروح الفتوى في المكان اللي حضرتك فيه. طيب ما هو السؤال بسيط جدا يعني. الطلاق بسيط. الطلاق زي ما بقول لحضرتك ما فيش حاجه اسمها بسيط، دي اسمها اقضيه. مش الطلاق مش بسيط زي ما انت متخيل يعني. ما انا عارف، ما انا اتصلت على شيخ في قناه الرحمه برضه في فتاوى الرحمه وجاوبني، لكن ما خدش. انا ما بجاوبش في الطلاق، انا مذهبي اللي بدين لله به ما بتكلمش في الطلاق خالص. فبوفر على حضرتك عشان كده يعني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بعد اذن فضيلتك انا الو. اتفضلي يا حضرتك. بعد اذن فضيلتك انا دكتوره صيدلانيه ولسه متخرجه السنه دي. معلش الصوت مش واضح، مش سامع. ايه انا صيدلانيه لسه متخرجه السنه دي، ومفروض ناخد سنتين تكليف بعد التخرج. فعشان العدد بتاعنا بيبقى كبير قوي ما بينفعش ان هم يوزعونا جوه المحافظه. بيوزعونا بره في الوحدات والحاجات اللي هي في المراكز والقرى اللي بره. فبيبقى النظام بتاعهم اللي جوه المحافظه دول بياخدوا مثلا 5 ايام شغل، واللي بره المحافظه بياخدوا 2 او 3. ده بعلم الاداره وبعلم المدير بتاع المركز او الوحده اللي احنا شغالين فيها. فهو القانون يعني القانون المفروض ان احنا ما بنروحش 5 ايام، لكن هم بيمشوها لنا ان هم 3 ايام او يومين، لان العدد بيبقى كتير وهم بيقوموا بالوظيفه كامله يعني الزمايل اللي بيروحوا هناك. فهم بقى يعني بيمضوا لنا بقى في الايام اللي احنا ما بنروحش فيها وكده. خلاص فهمت السؤال. حاضر. معلش هو في حاجه ثانيه، ان انا رحت بالفعل واستلمت في الوحده اللي انا فيها دي، وهناك لقيتهم ان هم بيطلعوا ادويه للاستخدام الشخصي بالنسبه للممرضات والعمال اللي هناك وكده. وبيسووها هم يعني غير ما يقطعوا تذاكر، يعني غير ما يقطعوا تذاكر من الوحده نفسها. إيه هم الدكاتره اللي هناك بيروحوا طبعا ويعملوا تسويه بعد كده ليهم عشان الجد وكده ما يحصلش عجز. فانا ما بشتكش في الامر ده، بس انا بشوفه يعني قدامي بالفعل هم بيطلعوها. حاضر. شكرا. شكرا لله. بالنسبه للاخ الكريم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. الأخ الكريم اللي بيسأل عن زكاة الفطر ويقول ما هو وقت إخراج زكاة الفطر، وبيقول إن في إمام في المسجد يقول لا يجوز إخراجها قبل يوم 28 رمضان، بيقول وهل يجوز إنها تخرج مال، لأن برضو في إمام بيقول لا يجوز إخراجها إلا عينا. بالنسبة لزكاة الفطر فكما هو معلوم أن الاسم زكاة الفطر من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي أنها الصدقة التي تجب بانتهاء صوم رمضان وبدخول هلال شهر شوال، لذلك سميت بزكاة الفطر. وجماهير الفقهاء على أن وقت وجوب زكاة الفطر بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وبلا خلاف بين أهل العلم أن أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان وحتى خروج الإمام إلى مصلاهم. بالنسبة لزكاة الفطر، بعض أهل العلم كابن عمر وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جميعا جوز إخراج زكاة الفطر قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان بيوم أو يومين، فكان ابن عمر يعطيها لمن سألها، بيطلعها يوم 28 يوم 29، وهذا على سبيل الرخصة. إنما أفضل وقت لإخراجها اللي هو آخر يوم في رمضان بعد غروب شمسه. وطبعا هناك خلاف بين أهل العلم هل تخرج بعد خروج الإمام لمصلاه أم أنها تجوز لا تجوز بعد ذلك، يعني هل آخر وقت ليها لحد صلاة العيد ولا ممكن بعد صلاة العيد لحد غروب آخر شمس أول يوم العيد، لأن العلماء قد اختلفوا في حديث ابن عباس بهذا الشأن. المهم أن أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان. طيب يجوز تكون قبل ذلك بيوم أو يومين؟ نعم يجوز على سبيل الرخصة. طبعا الكلام ده ما لم يكن هيوكل جمعية خيرية أو حد يطلعها بيسلمه المبالغ اللي هيشتري بيها ويخرج هو في آخر يوم لرمضان. يبقى إذن كلام الرجل الإمام هذا كلام صحيح منضبط موافق
أقوال أهل العلم وموافق للسنة. يبقى الكلام كلام مظبوط؟ نعم كلام مظبوط. طب لكن في بعض الفقهاء يقول إنها تخرج من أول يوم من رمضان. طب نقول إزاي واسمها زكاة الفطر؟ اسمها زكاة الفطر يعني لا تجب إلا بانتهاء شهر رمضان، فاسمها يدل على معناها من باب إضافة الشيء إلى سببه. طب الأخ الكريم يقول، والرجل أيضا يقول، أنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر مالا، فاش يطلع فلوس، وإنما تخرج عينا. أما أقوال أهل العلم في هذه المسألة فبلا خلاف بين أحد من أهل العلم، لو أخرجها عينا كأن تخرج تمرا أو زبيبا أو الأصناف التي وردت في الحديث، فبلا خلاف بين أحد من أهل العلم أنها مجزئة، ما فيش خلاف بينهم في المسألة، لو طلع التمر إنها مجزئة، ما اختلفوش في المسألة دي أبدا. وإنما الخلاف وقع بينهم، هل يجوز إخراج القيمة؟ هل يجوز إخراج القيمة؟ والقيمة كان المقصود بها أولا إن بدل ما يطلع صاع من التمر يطلع نص صاع من القمح، ده كان المقصود كما فعل معاوية وصار بعض الصحابة معه في ذلك، وخالفهم البعض كأبي سعيد الخدري كان يخرجها صاعا. ولو نظرنا إلى الصاع لوجدنا أن الصاع منه الأقط، ده من أنفس أموال العرب، وجدنا منه الشعير، وده من الأموال اللي هي القيمة بتاعتها منخفضة، وجدنا منه التمر، فكأنه تختلف القيمة مع اتحاد الصاع، الصاع في الأصناف الغالية والوسط والمنخفضة القيمة. ثم انتقل القول بعد ذلك إلى إخراجها نقودا، فذهب الأحناف إلى الجواز مع بقاء الأصل عندهم هو أن تخرج عينا، الأصل عند الأحناف أنها تخرج عينا، لكن جوزوا إخراج القيمة أو النقود. وقد ورد ذلك كرواية في مذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله، وقال ابن تيمية بالجواز ولكن بشروط، أن يكون ولي الأمر هو الذي يجمع زكاة الفطر، فمش هيقعد بقى يلم رز من هنا ويلم قمح من هنا ويلم تمر من هنا، فبيطلب من الناس النقود ويشتري هو ويفعل بها ما يشاء لمصلحة الفقراء والمساكين. والبعض قال ابن تيمية اشترط شرطا ثانيا، قال لو طلبها الفقير، الفقير قال لك أنا مش عايز رز، مانيش عايز قمح، هات لي فلوس، فقال تدفع إليه نقود. هكمل إن شاء الله بعد هذا السؤال بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سألتكم إذا إذا ينقض الوضوء إذا غسلت لبنتي 6 سنين عمرها. أنا جاوبت عنها بس بعد كده، ينقض الوضوء؟ نعم نعم، ولكن رجعت سمعتها بالجزائر، وأنا من الجزائر سمعت عند مفتي أنه لا ينقض الوضوء، لست أدري ماذا أفعل. حضرتك أنا قلت لحضرتك السبب في المسألة إيه. السبب أن الخلاف بين حديثين، حديث بصرة بنت اقفلي حضرتك عشان ما طولش عليك. أنا عندي مرهة من الحساسية، هل إذا استعملت ورحت توضيت بعد 4 ساعات هل يدخل الوضوء أم لازم أغسل بالصابون؟ حاضر حاضر، الله يحفظه. طيب هبين ان شاء الله للاخت الكريمه اللي سالت، هبين لها بعد ذلك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل عام طيب يا شيخ. الله يحفظك، تفضل. يا شيخ، سالتك في الاسبوع السابق عن اصل مشاحنات والمخصمات بين العباد على رفع الاعمال وقيام ليله القدر، فاذا انا بيني وبين واحد مخاصمه معين لمده سنه او اقل او ازيد، فهل معناته خلال الفتره هاي انه الاعمال لا ترفع الى الله اعمالي انا؟ واذا انا في بينه وبين غيري مشاحنه وصعب ان انا اتواصل معاه، يعني هو في مكان وانا في مكان، صعب ان انا اوصل اليه، كيف ان انا افك واحل نفسي من هذه المخاصمه او المشاحنه هاي؟ وشكرا يا شيخ. ما شاء الله يحفظك. بالنسبه لي تتمه سؤال زكاه الفطر، جماهير الفقهاء على اخراجها عينا، الاحناف عندهم أن يجوز أن هي تخرج نقود، والأصل عندهم أيضا أنها عينا، يعني بمعنى كل الفقهاء اتفقوا لو خرجت عينا لكانت مجزئة. ومن ثم نقول أن الأصل أن زكاة الفطر تخرج عينا، على خلاف بين الفقهاء المذاهب الأربعة فيما تخرج منه.
فمن قائل أنها تخرج من الأصناف التي وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي سعيد الخدري وحديث ابن عمر، ومن قائل بأنها تخرج من غالب قوت البلد وذا مذهب الشافعي، ومن قائل أنها تخرج من 9 أصناف اللي هي المالكية. طيب النهاردة هم بيحددوا الأصناف دليل أن الأصل أنها تخرج عينا عندهم، ولو أخرجتها عينا فقد برئت الذمة عند كافة المذاهب الفقهية. طب حضرتك افرض ان انا حنفي المذهب واخذ بمذهب الاحناف واخرجها نقودا، هل استطيع ان انا اقول انها كده غير مجزئه ولابد انها تخرج عينا؟ لا، وانما اقول يجوز ان تخرجها نقدا على مذهب الاحناف وفقا لما راوه، ولكن الافضل لك والارجى للقبول ان تخرجها عينا، لكن لا استطيع ان انا ارد عباده احد. وبرضه مش عايز حتة يقول لك أصل الفلوس أنفع للفقير وهيعمل إيه والفلسفة التي لا يرد بها النص أبدا. وإلا فأنا أعجب ممن يأتون إلى زكاة المال يقول لك نجيب بها شنطة رمضان، نشتري زيت وسكر وتمر وشاي وكذا لشنطة رمضان من زكاة المال. ما ينفعش، زكاة المال تملك للفقير نقودا من جنسه، ويجي على زكاة الفطر عايز يخليها فلوس. طب أنا في الأضحية ينفع أقول ما هو الفقير برضه هياخد حتة لحمة فيها شغط وحتة لحمة فيها دهن وساعات حتة عظمة واللحمة مش هتنفعه، الفلوس تكون أنفع، مديله 50 جنيه أحسن من الأضحية، هل يجوز ذلك وهل يسوغ أن أقول ذلك؟ لا يسوغ. فالعبادة الأصل فيها الاتباع، ومدار العبادة على التوقيف، والأعمال لا تقبل إلا بشرطين الإخلاص، وده الحمد لله موجود في الكل، فضل الله لا نزكي الله أحد، اللي هيخرجها نقود واللي هيخرجها حب، ولكن المتابعة، المتابعة اللي هي الشرط الثاني لقبول الأعمال. ولذا أقول للأخ السائل أن إمام المسجد الذي تكلم كلامه صحيح، ما عدا جزئية أنه يقول غير مقبولة، إن إذا خرجها فلوس تكون غير مقبولة، نقول القبول عند الله سبحانه، ولكن نقول له إن أخرجت نقودا تقبل الله منك على مذهب الأحناف، لكن ما نراه يعني أفضل وما نراه موافقا للسنة هو أن تخرجها عينا، لكن اللي خرجها نقود أو هيخرجها نقود ويصر على ذلك لا نملك أن نرد عبادته عليه، كيف والأمر اختلافي بين الأحناف وبين جماهير الفقهاء، بل في رواية في مذهب الإمام أحمد يقول بقول الفقهاء بقول الأحناف. وأسأل الله سبحانه أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح العمل، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة لصلاة الرجل مع أهله في البيت، فهذا إن شاء الله يعني أفضل من صلاته في المسجد، إن كان الإنسان حافظ يقرأ يصلي بأهله ويقوم الليل سويا، إن أفضل صلاة للمرء بالنسبة للنافلة في بيته، فهذا أفضل من صلاته في المسجد. لكن إن كان هيصلي في البيت ويحصل تكاسل أو انشغال أو إلى آخره، فالصلاة في المسجد أفضل، لكن صلاته في بيته أفضل صلاة للنافلة للمرء هي في بيته، وخاصة إذا اجتمع فيها أن يقوم بأهله. الأخ الكريم بيسأل عن حكم تمثيل الصحابة، ويقول أن بعض المشايخ وافقوا على ذلك. أولا بالنسبة لتمثيل الصحابة، الأمر ده حدث في السبعينيات، وكان هناك فيلم يمثل فيه بلال، بل وكان فيه محاولة لتمثيل فيلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في لبنان، وتصدت كان أيامها منظمة المؤتمر الإسلامي، كانوا بيشكلوا المجمع الفقهي الإسلامي ومشيخة الأزهر رحمة الله على علمائنا جميعا، تصدوا لهذا العمل وصدرت الفتاوى الشديدة، ومنظمة المؤتمر الإسلامي واجتمعوا وكتبوا ملوك وأمراء ورؤساء الدول الإسلامية، رؤساء الدول والملوك والأمراء كلهم ووزراء الإعلام في الدول الإسلامية، وقالوا أنه لا يجوز تمثيل الصحابة، ولا يتصور أن يقوم أحد بتمثيل الأنبياء،
والأمر ده تكرر مرة أخرى في فيلم آلام المسيح، لما عملوا هذا الفيلم قامت ضجة كبيرة جدا، والمجمع الفقهي أصدر فتواه والأزهر وما شابه ذلك، لا يجوز تمثيل الصحابة، والمجامع الفقهية أصدرت قولها، والأزهر له فتاوى حاسمة في هذه المسألة. فالحقيقة لا أدري هل ننسى أو الفتاوى ديت يعني بتنسى أو بيتم تهمشها، أنا مش عارف. وهل النهاردة أنت لم يعد عندك في الفن، انتهى المعين الذي لا ينضب بالنسبة للأدباء وخلى إلا من حياة الصحابة ومن حياة الأنبياء؟ السنة اللي فاتت نلاقي عاملين مسلسل عن نبي الله يوسف، وللأسف الشديد جاي من إيران اللي هي بتقول إنها دولة إسلامية، دولة إسلامية تجيب مسلسل كهذا وتنشره وتبثه للعالم، وجايباه باللغة العربية كمان، يعني هما بيتكلموش عربي، عاملاه باللغة العربية، يعني معناه منتج للدول الناطقة باللغة العربية عشان يبثوا الأكاذيب والافتراءات في هذا المسلسل. نلاقي قبل منه مسلسل عمرو بن العاص فيه تزييف وتحريف للتاريخ الإسلامي. فسبحان الله الحقيقة لا أدري لما هذه الحملة الشرسة ضد التاريخ الإسلامي. وبعدين النهاردة معلش أرجو أن احنا ننتبه أن هذا التاريخ لابد أن ينقح، ما تجيش النهاردة لمروج الذهب للمسعودي اللي هو شيعي رافضي بغيض وتقول لي ما الكلام أهو موجود في مروج الذهب في مرجع. ومن قالك أن ده مرجع عندي؟ من اللي قالك أن ده مرجع عندي؟ لما باجي أرجع لكتب الأحناف أرجع للكتب المعتمدة عندهم في المذهب، أرجع للكتب المعتمدة عندهم في المذهب. أما أجي أرجع في مذهب المالكية ما بجيبش أي كتاب في المذهب، يقول لك ده كتاب غير معتمد. أما أجي بالنسبة للشافعية عايز أعرف الأقوال اللي موجودة في المذهب أرجع للنووي للرافعي، خلاص جمعت أقوال الشافعية في المذهب. لكن أجي للتاريخ الإسلامي أي إنسان أرخ أروح أنقل منه؟ أجيب مروج الذهب للمسعودي أنقل منه؟ أروح أجيب روايات مخنف أبي لوط مخنف ابن يحيى، أبي مخنف لوط ابن يحيى، أروح أجيب رواياته المكذوبة اللي بتبس السموم في فتنة عثمان رضي الله عنه، شيعي رافضي بغيض. يبقى ده التاريخ اللي أهل الأدب والفكر يستندوا إليه لبس هذا الكلام. فطبعا لا يجوز تمثيل الصحابة ولا يجوز تمثيل طبعا الأنبياء، ما فيش خلاف إذا كان الصحابة لا يجوز فكيف بالأنبياء عليهم صلاة الله وسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، تفضل. معي سؤالين لو سمحت يا اخي. السؤال تفضل. بالنسبة زوجتي توفت وجاي تعويض من وراء زوجتي ديت، ومعايا بنت عندها سنتين وانا عليا دين، فهل يجوز ان انا اسد من المبلغ اللي جاي لبنتي الدين اللي عليا، او يتكتب لبنتي وانا تزوجت زوجة تانية؟ انا معايا دلوقتي حاليا زوجة تانية، فهل اكتب المبلغ اللي هو جاي الدين الدين ده دين ايه؟ دين الدين اللي عليك دين ايه؟ الدين اللي عليك الدين اللي عليا يعني كنت جايب فلوس من اخواتي من ناس جيراننا، مش دين عليا يعني بتاع 10,000 جنيه او كده. بايه بخصوص ايه حضرتك كنت عامل بيهم ايه؟ بخصوص ان انا كنت صرفهم في البيت، البيت اللي انا ساكن فيه صرفوا فيه يعني مباني تشييد في البيت وكده. والتعويض كام؟ التعويض كام اللي جاي لك؟ الله أعلم، يعني هو بين 50 وبين 60. فالنصيب بنتي، النصيب اللي هيجي لبنتي يكتب لها بحيث أن أنا ما أظلمش إخواتها التانيين، أظلمها لإخواتها التانيين ماشي، ولا أنا أسد من المبلغ ده ما أقسمش في حاجة زي كده، أسد منه الدين اللي عليا والباقي أكتبه لها؟ وسألت أنا حضرتك ليه أخ في الله أن متقدم لوحدة لا تعرف عن كتاب الله شيء ولا تصلي، ويعتبر كأخواتها أو أهلها بلطجية بالمعنى الأصح، فهو مصمم رأيه أنه هو يتجوز البنت دي، فأنت تنصحه بإيه وهو قاعد دلوقتي قدام التلفزيون ممكن إيه يسمع نصيحتك، أو أنت تقول إيه فيه أو حق الإسلام في حاجة زي كده إيه؟ إذا كان حضرتك أنت عاك نصحته مستجابش هيسمع كلامنا؟ ما أنت انصحه عسى وعلى تكون نصيحتك يكون فيها خير إن شاء الله. حاضر حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. إن حاجة في الله يشخين. الله يرفع قدرك ويعزك. تفضل. والله عندي سؤال يعني.
انا والله مقيم في قطر، ويعني زكاه المال بعد من زكاه الفطر، بعد الناس يقولوا لي خلي والدك في البيت يطلع زكاه الفطر عنك، في ناس تقول لي طلع هنا هنا، محتار يعني. انا بس حضرتك زكاه الفطر زكاه ابدان تخرجها في المكان اللي حضرتك موجود فيه. سمعتني حضرتك؟ ماشي. تخرجها عندك في قطر، زكاة الفطر تخرج عندك في قطر. طب انا هنا ما اعرفش مثلا يعني حد فقير يعني اي جمعية عندك، مؤسسة عيد عندك، مؤسسات خيرية مالية قطر في ما حضرتك عندك مؤسسات خيرية كتير موجودة هناك، وكل المؤسسة مؤسسة ايوه هنا مؤسسات هنا مالية الدنيا فيه خلاص. ايوه ادي لهم حضرتك. طب سؤال ثاني برضه بعد اذنك. اتفضل. انا والدي تامر عمر، فانا يعني بكره اتصل عليها اقول لها طلع زكاه الفطر هناك، ولا اطلعوا في لما تروح تروح ثاني يوم العيد. هي حضرتك هتبقى ليله العيد فين؟ في ليله العيد في السعوديه ان شاء الله. يبقى تطلع في المكان اللي هي فيه. ماشي شكرا يا مستر. ربنا يتقبل منا ومنكم. ماشي شكرا. بالنسبه لي تمثيل الصحابة رضي الله عنهم لا يجوز قولا واحدا، ولا يجوز تمييع أمور الدين يعني عشان أثبت أن أنا رجل لارج زي ما بيقولوا، أو رجل منفتح، أو رجل يعني ما عنديش تزمت ولا جمود، يبقى لابد كده عندي ثوابت أتكلم فيه، والجماعة التانيين يبصوا لي أنت كراجل مسلم بقى إيه نظرتك لقضية المرأة وعمل المرأة، ايه نظرتك النهاردة لحرية الفكر والإبداع والتمثيل والتأليف والإخراج وما شابه ذلك، ويبقى ده المحك عندك. فعشان انت تظهر مرونة بقى تدلهم أكتر مما يتخيلوا، يعني تقول له الفن ده رسالة سامية، ايه المانع ان الواحدة تبقى عارية والرجال يختلطوا بالنساء ويشربوا مخدرات مع بعض ويقعدوا يشربوا خمر، وفي الآخر خالص عشان أقول للناس ان دي حاجة وحشة، يبقى انا جبت ناس دمهم خفيف وبيضحكوا على مدار ساعتين ونص، وفي الاخر في ثلاث دقائق كده في الاخر ايه المقال وحش، هو اللي استقر في ذهنه المشاهد اللي شافها. هل الفن بالضروره يكون العري؟ هل الفن يكون السكر والمخدرات ودايما مصر كلها هي العهر اللي بيصور في هذا الفن؟ هو ده وجه مصر اللي يكون قدام العالم؟ ده الفن اللي بنقدمه للناس؟ الفن النهارده هو ان انا اجيب شخصيات الصحابه اظهرهم في شخصيات مريضه؟ عمر بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه كحيل العينين وحالق دقنه محلوقه مربلي بس سكسوكه من تحت كده، ويبص للنسوان والهنا وماسك الافاعي، كان رفاعي عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه. هو ده تمثيل الصحابه؟ هو ده الفن اللي يقدم؟ عمرو بن العاص رضي الله عنه الذي ما من احد في مصر الا ولعمر فضل ومنا عليه، لانه كان السبب في فتح مصر. لعمرو بن العاص فضل ومنة على كل المصريين، وينبغي أن يعرف فضله، لا أن يستهزأ به وأن يحط من قدره، وأن يمر بالألعيب وبالخداع وبالحيل وبالمكر وبكل حطيطة، يعني كل خلق سيء ينسب إلى عمرو بن العاص. حقيقة أمر لا يجوز، والفن يبتعد عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. في دايما كده يقول لك إيه خطوط حمراء، كلمة اللي بتقولوها دي يا أخي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي أن يقترب منهم أحد إلا أن يترضى عنهم، لكن يشوه صورتهم. والرجل اللي بيأتي في المراقص وفي أحضان الممثلات يبقى هو اللي قايم بدور الصحابي؟ ده دي في حد ذاتها إساءة للصحابة رضي الله عنهم. فأي إنسان يتقي الله ويعلم أنه يقف بين يدي الله سبحانه يسائله عما صنع، لا ينبغي أنه ينتج فيلم زي ده ولا يحط جنيه فيه. أي إنسان يتقي الله عز وجل من هلاء الممثلين لا يقوم بتمثيل شخصية كهذه ولا يشارك فيها بأي وجه من الوجوه، وأي إنسان يؤمن بالله واليوم الآخر لا ينبغي أن يقوم بشراء هذه الأعمال ولا يدفع فيها أموال عشان خاطر ينزلها على شاشات الفضائيات عنده. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومحبا للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة فلا ينبغي أن يشاهد هذه الأعمال على الإطلاق، لتصبح بوارا أرضا خربة لا قيمة لها ولا وزن. إنما هم بيعملوا الأعمال وينتجوا غيرها ليه؟ لأن نيجي نتفرج ونشوف وتبقى هي النقاش الدائر بيننا عنها. فينبغي أن نعرض عن هذا اللغو وهذا اللهو الذي يعود علينا بموات القلب وبالإساءة إلى أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم.
الأخت الكريمة اللي بتسأل السؤال اللي تكلمت عنه قبل ذلك عن مس العورة لابنتها، بتقول عندها 6 سنين، فبتسأل بتقول انت قلت ان مس العورة ناقض للوضوء، هي من الجزائر، ففي احد الشيوخ الافاضل قال ان مس العورة غير ناقض للوضوء. المسألة دي انا تكلمت فيها قبل ذلك وبينت، ويمكن انا بحرص كثيرا ان انا اذكر المذاهب الفقهية في المسألة بحيث ان المستمع يبقى عنده علم ان المسألة مختلف فيها، والدليل اهو، والدليل اللي قصاده اهو، يبقى معروف ان المسألة خلافية وسبب الخلاف ايه. النهاردة مس العورة هل هو ناقض للوضوء ام لا؟ المسألة دي اختلف اهل العلم فيه، المالكية والشافعية والحنابلة يرون ان مس العورة ناقض للوضوء، الاحناف لا يرون ان مس العورة ناقض للوضوء. ليه؟ سبب الخلاف ايه؟ جماهير الفقهاء أخذوا بحديث بصرة بنت صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس فرجه فليتوضأ، وفي رواية أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. وبصرة بنت صفوان هذه هي جدة عبد الملك ابن مروان الخليفة الأموي ووالي المدينة قبل ذلك، عفوا مروان بن عبد الملك. الحديث الآخر حديث طلق بن علي. طلق بن علي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس فرجه في الصلاة هل ينتقض وضوءه، قال هل هو إلا بضعة منك. وهناك تعارض بين الحديثين، والتعارض لا يمكن التوفيق بينهما، وإن كان بعض الفقهاء حاول أن يوفق فقال أن من مس فرجه عامدا، أن من مس فرجه عامدا، أما من مسه غير عامد فلم ينتقد الوضوء. وهذا الكلام الحقيقة لا أراه موافقا للصواب، في تعارض بين الحديثين، فيحتمل أن أحدهما كان سابقا والآخر لاحقا إلى آخره. فعندنا حديث بصرة رجاله رجال الصحيحين، طرقه أكثر، فهو أصح من حديث طلق بن علي، وجماهير الفقهاء عليه على حديث بصرة بنت صفوان. المطعن اللي موجود في هذا الحديث يقول لك استمران ابن عبد الملك كان أخذ الخلافة عنوة من الزبير ابن العوام. أقول هذا لا صلة له برواية الحديث اللي موجودها هنا، اللي ورد من طرق عدة ورجاله رجال الصحيح. فانظر إلى السبب في الطعن عليه، لكن طرقه أكثر، رجاله رجال الصحيح. البخاري نفسه أورد له في بعض مواضع. فإذا بالنسبة لحديث بصرة بنت صفوان فهذا الحديث أصح من حديث طلق بن علي. فمن أخذ به قال أن مس الفرج ناقض للوضوء، من مس فرجه فليتوضأ. اللي أخذ بحديث طلق بن علي قال بأن مس الفرج لا ينقض الوضوء، يبقى ده سبب الخلاف. سبب الخلاف يبقى اللي بياخد برأي المالكية الشافعية الحنابلة مس الفرج عنده نقض الوضوء. طب اللي بياخد بمذهب الأحناف مس الفرج لا ينقض الوضوء عنده، يبقى المسألة يسيرة ولا مش يسيرة؟ يسيرة. طيب يبقى سبب الخلاف ايه؟ ان انا خدت بمذهب جماهير الفقهاء واخذت بحديث بصرة بنت صفوان، وهذا ما ادين لله به. طيب الاخ الاخر نفع الله بنا وبه وسددنا واياه لما يرضيه عنا، اللهم امين، يأخذ بحديث طلق بن علي ويرى أن مس الفرج غير ناقض للوضوء. أقول جزاه الله خيرا وسدده الله وشأنه، لكن ما أدين لله به وما أسير عليه وما أراه هو حديث بصرة بنت صفوان وأن مس الفرج ناقض للوضوء، والله سبحانه أعلى وأعلم. فأرجو أن الأخت الكريمة تكون علمت سبب التعارض، هو الخلاف في الدليل الثابت في هذه المسألة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ السؤال اتفضل. سؤال عايز اعرف طريقة صلاة التسبيح. صلاة التسبيح؟ حديث منكر. منكر؟ الحديث منكر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص السلام عليكم. بالنسبة لي الأخت الكريمة اللي بتسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم
من صام رمضان إيمانا واحتسابا، وحديث من صام رمضان حديث أبي أيوب الأنصاري ثم أتبعه ستا من شوال. فبتسأل طب المرأة يعتريها العذر الشهري فلم تصم رمضان كاملا. طبعا بيتعلق بالمسألة بقى، هل المرأة إذا أرادت أن تصوم الأيام شوال هل تتم ما عليها من رمضان حتى تكون صامت رمضان كاملا، وبعد ذلك تشرع في صيام الأيام الستة من شوال، أم أنها تبدأ بصوم الستة أيام من شوال ويجوز أن تؤخر القضاء لما بعد ذلك؟ من أخذ بنص الحديث قال إن هي لابد تتم صوم رمضان الأول ثم تتبعه بست من شوال. طب لو قلنا ذلك قد يشق على النساء أن يفعلن هذا الأمر، يعني تخيل في الحر الشديد الذي نحن فيه وانتهى الصوم وإن بدأت في صوم ستة أيام من شوال قد يعتريها عذر وضع إلى آخره. فمعنى ذلك أن المرأة حاجة من اتنين، إما مش هتصوم الست أيام من شوال نهائيا، لأن زي ما احنا عارفين كانت أم المؤمنين عائشة كانت تؤخر القضاء لحد شعبان اللي بعد كده، يبقى معنى كده لو قلنا أن المرأة تتم رمضان الأول يبقى ما فيش حد ها يصوم إلا من رحم الله. الأمر الثاني معنى كده أن أنا بأوجب قضاء رمضان في شهر شوال، يبقى واجب القضاء في شهر شوال، وده مذهب داود الظاهري. فلذلك ما أراه والله أعلى وأعلم أن المرأة يجوز لها أن تبدأ بصوم الأيام الستة من شوال لأن لها محل، إذا فات فاتت ويجوز لها أن تؤخر القضاء. طب الأخت الكريمة بتقول طب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من صام رمضان إيمانا واحتسابا وهي لم تصم رمضان، أقول لا، بل صامت ما افترضه الله عز وجل عليها في رمضان. هي النهاردة مكلفة مش بصيام 30 يوم ولا 29 يوم، هي مكلفة بصيام الأيام التي يحل لها صومها. طب الأيام الأخرى اللي بيعتريها العذر دي معذورة فيها، لم تفطرها أصلا إلا لعذر شرعي، فهي قد صامت ما أوجبه الله عز وجل عليه، ومن ثم يجوز لها أن تبدأ بصوم ستة أيام من شوال ثم تقضي على الساعة، لأن قضاء رمضان قضاء حولي، اقضي في أي وقت من السنة، هذا يجوز قبل شعبان القابل. من ثم أرى أن المرأة إن شاء الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا، المرأة بتصوم إيمانا واحتسابا وما يعتريها من فطر لعذر شرعي لا يعني أنها لم تصم رمضان، بل صامت رمضان الذي أوجبه الله عز وجل عليها. ونساء النبي صلى الله عليه وسلم وبناته كان يعرض لهن ذلك، ونساء الصحابة، وما استثناهن المولى سبحانه من هذه الفضيلة، والفضيلة دي لم يختص بها الرجال دون النساء، وإنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء. فالمرأة صامت رمضان الواجب شرعا عليها أن تصومه، فأرجو أن ينتبه إلى ذلك. ما تروحش المرأة تقول طب أنا عشان أصوم رمضان إيمانا واحتسابا تاخد حبوب لرفع الحيض ويؤدي المشاكل بعد ذلك لا تحمد عقباه، وإنما ترضى بقضاء الله سبحانه ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض. يبقى النهاردة الرجل بيصوم رمضان كاملا، المرأة لها عذر يأتيها فلا تتم الصوم، ليس عليها تترف في ذلك وتدخل في الفضيلة، والله سبحانه أعلى وأعلم. وبالنسبة لصوم شوال يجوز لها أن تبدأ بشوال أولا فتصومه ثم تقضي ما عليها بعد ذلك على الساعة، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخت الكريمة اللي بتسأل إن زوجها عنده شعيرات دموية ضعيفة فينزل الدم أحيانا لمعدته، هل يقضي هذه الأيام؟ أقول لها لا يقضي هذه الأيام. إيه سبب القضاء؟ يقضي ليه؟ هل أتى بشيء من الأشياء التي تفسد الصوم؟ هل النهاردة أكل أو شرب أو أتى بشيء يفسد صومه عليه؟ أبدا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، ما جعل عليكم في الدين من حرج. عشان أتحرز أنا من شعيرات موجودة في مناخيري جوه وينزل الدم إلى البلعوم إلى المعدة، طب أنا أقدر أمنعه إزاي ده وأتحرز منه إزاي؟ فأرجو أن إحنا يعني إيه لا نشقق على أنفسنا،
ولا ينبغي عليه أن يقضي. الإنسان لا يكلف بما يستحيل عليه أن يقوم به. الأمر الثاني، ذاك اللعاب والبلغم والنخامة اللي داخل الإنسان لو دخلت إلى معدته فهي لا تؤدي إلى فساد صومه، والله سبحانه أعلى وأعلم. أما عن قوله أنه الأخ اللي من 3 سنين أفطر لعذر ولم يقضي، لم يقضي حتى الآن، فما عليه؟ إذا أخذنا بقول من قال أن عليه فدية، فعليه القضاء والفدية إطعام مسكين عن كل يوم. وإن أخذنا بقول الشافعية الذين يجعلون الفدية تتعدد بتعدد السنوات، فعليه عن كل سنة أخر القضاء فيها فدية. يبقى يطعم مسكين عن أول سنة، ومسكين عن تاني سنة، ومسكين عن تالت سنة، إلى أن يقضي ما عليه، والله سبحانه أعلى وأعلم. لكن ينبغي عليه أن يقضي وألا يؤخر القضاء لغير عذر، وإلا كان آثما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا دكتور. بعد إذن حضرتك، ليه أخ توفاه الله في سنة 2004، فحضرتك كان ليه شقة يعني، وماما كانت عايشة الله يرحمها، هي حاليا توفاه الله، لكن هي كانت ساعات أخويا يعني كانت عايشة. فحضرتك هي ليها السدس، فزوجة أخويا المتوفى الله يرحمه قالت ساعتها أمهلوني لحد ما العيال يتخرجوا من الجامعة، فسبناها. فجاية دلوقتي حضرتك بتحاسبنا، فبتقول إن هو مات سنة 2004، فأنا هحاسبكم على 2004 مش على 2012 الأتمان جيت يعني. فهل حضرتك ده يجوز ولا المفروض إنها تحاسبنا حاليا؟ طيب، مع حضرتك إحنا نحط القاعدة العادلة اللي ما يتظلمش حد فيها. هي تفرض السعر اللي هي عايزاه، اما تاخدوا السدس بتاع والدتك او تدوا لها الخمس اسداس وتشتروا انتوا الشقه. معايا حضرتك؟ ما حضرتك هي قالت ان هي سيبوني لغايه ما الاولاد يتخرجوا، فاحنا سبناها يعني، قلنا خلاص لغايه ما الاولاد يتخرجوا. فلما اتخرجوا كمان حتى من 2009، هي حضرتك ما حسبتناش من ساعتها برضو، ودلوقتي بتحاول انها تحاسبنا يعني عشان تخلص بشقتها. طيب ما حضرتك ما تاخدوا انتوا ادولها الفلوس. هي بتقول الشقه ثمنها كذا مثلا 100,000. هي حضرتك مش عايزه تبيعها، هي قالت بس يعني نخلص بعض، هي اللي عايزه تدينا السدس. حضرتك الحق لا يتجزا، الحق اللي انا افرضه على غيري اقبله لنفسي. معايا حضرتك؟ ايوه حضرتك. فانتوا تحددوا تمن للشقه تخلصوا بعض بيه، يمشي على الكل. يعني 2012 ولا 2004؟ حضرتك الثمن اي واحد. انت حضرتك بتقولي تمن الشقه 100,000، بقول لك طب انا هاخد نصيبك واديك فلوس الشقه. قلت لي الشقه ب 200,000، اقول لك مش هشتري، اديني السدس بتاعي. مش كده؟ يعني المبدا ماشي على الكل، عليا وعليكي. ايوه نتمنها حاليا يعني. انما اجي احسب النهارده لنفسي احسب بثمن والغير بثمن اخر، ما ينفعش. ويل للمطففين. ايوه حضرتك. طب بعد اذن حضرتك دلوقتي حضرتك بتجاوب سؤال اللي هي نقضي شوال، يعني نقول نصوم شوال الاول وبعد كده نبقى نصوم اللي علينا من رمضان. انا بقول يجوز. يجوز. طب حضرتك في ناس بتقول دين الله احق ان يؤدى الاول. وماله؟ انا بقول لحضرتكم، انا بقول معنى كده لو انا اوجبت على الناس القضاء الاول ممكن مش هيصوموا طول عمرهم 6 ايام من شوال دول. ايوه فعلا. مش كده؟ ايوه. طيب النهارده، انما هي لو الوقت يا دوبك هتصوم دي او دي ممكن تصوم شوال لانه مش هيتكرر، وبعد كده عندها القضاء تقضي كيف شاءت. ايوه طالما قبل رمضان القابل. ايوه حضرتك جزاك الله خير. طب حضرتك بعد اذنك معلش، الشراب في الصلاه لازم ولا ممكن؟ الايه؟ نعم الايه؟ الشراب يعني لبس بالنسبه الشراب؟ للمراه. لا بتغطي رجلها بالثوب اللي لابسانه، مش لازم شراب يعني. حضرتك يجوز ان احنا ما نلبسش شراب يعني؟ ايوه، مش كل نساء الصحابه كان عندهم شرابات بيلبسوه. طب اخر حاجه حضرتك بعد اذنك، بالنسبه للذهب الزينه والساعه والحاجات اللي ممكن تلبس يعني ديت، هل نلبسها واحنا ماشيين في الشارع ولا دي ممنوع الاكسسوارات دي تتلبس في الشارع؟ لا، هي الزينه بس اللي هي الظاهره ما تبداش، ده المقصود، ان الزينه اللي تبقى ظاهره، واخده بال حضرتك؟ انما لابسه غوايش، لابسه خاتم، لابسه كده مفيش فيها حاجه يعني. الأخت الكريمة اللي بتقول إن هي بتحط مرهم من الحساسية وتتوضأ بعد ذلك ب4 ساعات، هل ينبغي إن هي تغسل هذا الموضع؟ لا، أبدا لا ينبغي إن هي تغسل هذا الموضع، وإنما تتوضأ ولا شيء عليها إن شاء الله. المرهم الجلد بيمتصه، الجلد بيمتص المرهم، و
ولا ينبغي عليها أن تغسل موضعه قبل الوضوء. الأخ اللي بيقول أن أثر المشاحنات على قيام رمضان وليلة القدر ورفع الأعمال إلى آخره، هو تقريبا اختلط عليه ليلة النصف من شعبان، والحديث اللي ورد فيها الحديث اللي فيه ايه ضعف، اي ما كان الامر فاحنا بنقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه قبل ثلاث. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. زي حضرتك يا شيخ؟ تفضلي. الو، مفضلك يا شيخ، عندي سؤال يعني. تفضلي. السؤال الاول، أنا أقوم الليل بس بدون خشوع، يعني أقوم الليل نصوم نصلي وأقوم الليل بس بدون خشوع. ألو، يعني حضرتك بتصلي ورا التلفزيون؟ ألو، يعني بتشغل التلفزيون ها؟ أيوة يا شيخ. طب وده ينفع؟ ألو، اي شيخ عندي سؤال ثاني همينة. اتفضلي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث. العلماء ها هنا ميزوا بين الهجر الدنيوي وبين الهجر الشرعي. الهجر إن كان لدنيا لا يجوز أن يستمر لأكثر من ثلاثة أيام، وإن كان الهجر لسبب شرعي فإن الهجر يستمر إلى تحقق غايته، وفارق بين الاثنين، ده بيكون للدنيا وده بيكون لله سبحانه وتعالى. ومن ثم فهذه المشاحنات التي تحدث بين الناس إلى غير ذلك، وأقول هذا من باب قيام الشيطان بدوره جيدا يفسد بين الناس، ومن باب النفس الأمارة بالسوء إلى غير ذلك. هل الإنسان إذا كان في خلاف بينه وبين إنسان أو خصومة لا يصلي ولا يصوم ولا يفعل الخيرات؟ من قال هذا؟ من قال هذا؟ هو الأخ بس اللي اشتبه عليه حديث ليلة النصف من شعبان، وأقول بالنسبة للأخ يعني أن أمرنا بإصلاح ذات بيننا وأمرنا بالعفو والصفح، فينبغي أنه إن كان بينه وبين أخيه شيء لدنيا يعني يعفو وعفو واصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ لكن إن كانت غضبة لله فهذا شيء آخر. الأخ اللي بيقول زوجته ماتت وفي تعويض جاي، التعويض طبعا بيجي في تعويض مادي، في تعويض أدبي، في تعويض موروث. اللي بيقسم بالأنصبة الشرعية ده معروف نصيب كل إنسان، التعويض بيطلع ده فلان لكذا ده فلان لكذا، منصوص في الحكم على هذا الكلام. فالرجل النهاردة المال بتاع بنته لا يقربه، يخليه على جنب كده وملوش دعوة بيه. طب هو ليه فلوس؟ الفلوس بتاعته اللي موجودة ياخدها يسدد بها الدين الذي له، الدين اللي ليه يسدده. لأن النهاردة لو خد من فلوس بنته ودخل في الشقة، ربنا يطول عمره على الطاعة، لو مات الشقة هتبقى ورث والبنت هيكون لها نصيب زي إخواتها. طب هي دفعت من فلوسها، وممكن النصيب اللي هتاخده يكون أقل من اللي دفعته، والتانيين ما دفعوش وهيغنموا. فما ينفعش إن هو زي ما الجماعة الفلاحين يقولوا يؤكل الصغيرة ديت لدول، لكن زي ما بنقول إن شاء الله يسدد هو مما يخصه ومن حصته، ويترك أموال بنته كما هي، لا يقربها إلا في مصلحتها وفي منفعتها هي، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخ الكريم اللي بيسأل عن صديق له، تقدم لامرأة لا تصلي وإخوتها بيقول بلطجية، فالحقيقة لا أدري ما هي المزية في هذه المرأة. امرأة لا تركع لله ركعة، هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزواج المرأة لقلة دينها، أم قال تنكح المرأة لأربع لدينها؟ طب إذا كان أول شرط عندي وأول مأرب للرجل في المرأة اللي هو الدين مش موجود،
امرأة لا تصلي، طب المرأة اللي مش خايفة من ربنا وما بتصليش هتتقي الله في زوجها؟ قال إذا كان هي ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقها ورزقها وعافاها مش خايفة منه ولا بتركع ولا بتسجد، يبقى هتتقي ربنا في زوجها إزاي ومش بتقي ربنا في نفسها؟ سبحان الله، أمر عجيب الحقيقة. ثم هذا النسب ده النهاردة ده لو حصل خلاف بينه وبين زوجته ده أول واحد الجماعة دول هيشلفطوه، يوم ما يحصل مشكلة تعالى بقى وخد فين يوجع. فأقول سبحان الله الحقيقة لا أدري يعني ما أقول لهذا الأخ الكريم. اظفر بذات الدين تربت يداك، وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وصية النبي صلى الله عليه وسلم. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، لو عبد مملوكة مؤمنة أفضل من امرأة حرة جميلة حسيبة نسيبة كافرة. فأسأل الله لنا وله الهداية والسداد والتوفيق. الأخ اللي بيسأل أو الأخت اللي بتسأل عن صلاة التسبيح، صلاة التسبيح حديثها منكر، لا يصح أن يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تجوز صلاة التسبيح لا في ليلة 27 رمضان ولا في ليالي رمضان ولا في غيرها، ولا أن يجتمع الناس على صلاته. بل بعض المساجد يجي للإمام، أنت ما صليتش بينا صلاة التسبيح ليه يا مولان؟ ما صليتش صلاة التسبيح ليه؟ فطبعا هذا كلام لا يجوز وحديث منكر لا يجوز العمل به أصلا. الأخت الكريمة اللي بتسأل أن ابنها رضع من أمه، فما حكم ذلك وله تأثير على صلتها بزوجها؟ كانت تعبانة أو مريضة أو ما شابه ذلك، والحمد لله احنا عندنا في مصر النساء ما شاء الله ولادة، بسم الله ما شاء الله، جوزت بنتها وبرضه لسه بتخلف، بنتها تخلف وهتخلف والاتنين يرضعوا مع بعض، فرضعت ابن بنتها مع ابنها. فالزوجة بتسأل دلوقتي طب أنا ابني بأخوي، طب وهو أمي بقت أمه، أم جوزها، أمه من الرضاع ولا أمه ابنه من الرضاع؟ المسألة تلخبطت معاها خالص. أقول ليس لهذا تأثير على الصلة بين الزوجين، لكن التأثير بالنسبة للرضيع، الرضيع النهاردة لما رضع من والدتها صار ابنا لها من الرضاع، يعني هي جدته نسبا لكن صارت أما له من الرضاع. المشكلة هنا بقى إن كل إخواله وخالاته بقى إخواته من الرضاع، يعني ولاد إخواله بقى أولاد أخوه من الرضاع، طب وبنت خالته بقت بنت أخته من الرضاع. لا يجوز لهذا الصغير أن يتزوج إحدى بنات خاله ولا إحدى بنات خالاته مطلقا، لأنه بقى أخواته منين؟ من الرضاع. المسألة الأخرى برضو مرتبطة بها طبعا، لما ما فيش علاقة تحريمية بين الزوج وبين زوجته لمجرد أن ابنها رضع من أمه. الأخت الكريمة تقول أنها متزوجة ولها ثلاث أولاد ومتزوجة من 10 سنين، ثم علمت أنها رضعت مع شقيق زوجها. دي المشكلة هنا بقى، هي رضعت مع شقيق زوجها، رضعت من من؟ هل رضعت من أمه اللي أم جوزها اللي حمتها، أم شقيق زوجها هو الذي رضع من أمه؟ طب وده هتفرق؟ طبعا هتفرق كتير. إن كانت هي رضعت من أم زوجها يبقى النهاردة لما أرضعتها صارت أما لها من الرضاع، كل ولادها بقوا إخوات لهذه المرأة، إخوة لهذه المرأة من الرضاع. فبالتالي لو كانت رضعت من حمتها فهي قد تزوجت بأخ لها من الرضاع، يفسخ العقد، فيش طلاق لأن العقد كده نشأ باطلا، يفسخ عقد النكاح وتأخذ مهرها كاملا ويثبت النسب للأولاد الثلاثة. وأقول إن كان الأمر كذلك لابد أن تذهب إلى لجنة الفتوى بالأزهر الشريف بالقاهرة لتفصل لها في هذه الأقضية. أما إن كان شقيق زوجها رضع معها من أمها فها هنا يكون التحريم بينها وبين شقيق زوجها فقط،
ولا تنشأ علاقة تحريمية بينها وبين زوجها. يبقى العبرة والسؤال مش موضح. السؤال اللي جاي من الأخت بطريق الرسائل القصيرة مش موضح، هل رضع شقيق زوجها معها من أمها أم رضعت هي من أمه، رضعت معه من أمه؟ إن كان الرضاع من أمها فزواجها صحيح لا ينفسخ، والعلاقة التحريمية تكون بينها وبين شقيق زوجها. أما لو كانت هي التي رضعت من أم زوجها مع شقيق زوجها فتنشأ العلاقة التحريمية بينهما وينفسخ النكاح كما بينت، والله سبحانه أعلى وأعلم. آخر سؤال معنا من الأسئلة التي وردت، اللي تقول شقيقات ماتت عمتهم ويريد إخوتهم الذكور منع الشقيقات من الإرث. الحقيقة هذا السؤال اللي بيسأله لأنه لا يعلم الحكم الشرعي، فظنت الأخوات بإخوتهم شرا. إحنا بنقول وأرجو أن ننتبه إلى ذلك، وقلتها مرارا وأعيدها، المرأة لا تعصب بأخيها وترث على النصف منه إلا في أربعة أحوال، اذكرها كده واحفظها. البنت، بنت الابن، الأخت الشقيقة، الأخت لأب. البنت وبنت الابن، الأخت الشقيقة، الأخت لأب. الأربع نسوة دول فقط اللي يعصبن بإخوتهم ويرثن على النصف منهم، إنما ما عدا ذلك لا تعصب بأخيها أبدا. فالنهاردة عمتهم عليها رحمة الله ماتت، طيب القرابة إيه بالنسبة للعمة؟ دول ولاد أخوها. طب ولاد أخوها البنات بتورث؟ لا، مش من الأربعة، لا هي بنت ولا بنت ابن ولا أخت شقيقة ولا أخت الأب. أمال دول مين؟ ده دول ولاد أخ. يبقى إذا طالما مش الأربعة ينطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو لأولى رجل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يبقى نشوف مين النهاردة أقرب رجل لهذه المرأة، أخوها كان موجود ياخد التركة، طب مش موجود يبقى أولاد الأخ، وأولاد الأخ الذكور مش الإناث، أولاد الأخ الذكور فقط هم اللي بيرثهم ويأخذوا التركة تعصيبا بحسب عدد الرؤوس. لو أخ ليها مخلف واحد وأخ مخلف ستة ما بتجيش تقول ولاد الأخ ده ياخد النص ولاد ده النص، لا، ده تقسم بعدد الرؤوس لأنهم جميعا أبناء إخوة لها، والله أعلى وأعلم. وعلى ذلك فالإخوة الذكور لم يظلموا أخواتهن، وإنما هناك لبس عندهم في هذه المسألة، وليس لهن في الإرث شيء، والله سبحانه أعلى وأعلم. وقد انتهى الوقت المخصص لنا، فإن شاء الله، إن أمد الله في أعمارنا وأذن لنا أن نلتقي على خير، نلتقي في أول أيام عيد الفطر بمشيئة الله سبحانه. أسأل الله سبحانه أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وألا نحرم فضل وأجر ليلة القدر. اللهم آمين، اللهم آمين. وأؤكد كما ذكرت قبل ذلك، ليس بالضرورة أن ليلة القدر تكون ليلة 27 كما يظن كثير من الناس، بل هي متنقلة. من أهل العلم من قال 21 زي الشافعي، منهم من قال 23، 25، 29، 27، ومنهم من قال كابن عباس بل 24 لحديث عكرمة في صحيح البخاري عن ابن عباس، ومنهم من قال ليلة 17 من رمضان أو 19 أو أول ليلة كما هو معلوم لاختلافات أهل العلم، التي بلغت 40 قولا نقلها ابن حجر في فتح الباري. فأرجو أن نجتهد في طلبها في كل الأيام العشر التي بقيت من شهر رمضان، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى